نسمع كثيرا يا فضيلة الشيخ في الصحف والمجلات عبارة تجديد الخطاب الديني، فما معنى هذه العبارة؟ معناها سيء، معناها أننا ما نقول كافر، ولا يعني نسمي الكافر، نسميه إنسان بدل كافر، أو الآخر نسميه الآخر أو غير ذلك. هذا الخطاب الديني عندهم، لا تقول كافر ولا تقول منافق ولا تقول زنديق، لكن عليك أنك تأتي بألفاظ ما يفهم منها مذهب الإنسان وما هو عليه. هذا من باب الستر على أهل الضلال. نعم، فهو معنى سيء. الخطاب الديني هو خطاب الكتاب والسنة، لا يغير، لا يغير خطاب الكتاب والسنة أبدا. أما ما خالف الكتاب والسنة من الأساليب فإنه يغير، يرد إلى الكتاب والسنة. نعم.